علبة تابر وير، علبة دائرية محكمة الغلق. طبعا العلبة تبقى جافة تماما قبل ما بحط فيها أي حاجة، وبقفلها كويس جدا وأفرغ منها الهواء. ولازم أراعي إن كمية الأكل الموجودة في العلبة تكون متناسبة مع حجم العلبة، يعني ما يكونش في فراغ كبير أو يعني مساحة كبيرة من الهواء، لأن ده بيساعد على سرعة تلف الأكل. طبعا أكيد النتيجة دي أنتم مش هتتوقعوها من غير أي إضافات ولا مية ولا لبن ولا أي حاجة خالص، ولا ملح حتى زيادة. وجبنة دي أصلا أنا بحبها، يعني ملحها قليل جدا، يكاد يكون منعدم، فلا هي ما فيهاش أي حاجة حتى تخليها تعيش مدة أطول. يعني بصوا حتى وأنا بقطع منها، شايفين شكلها عامل إزاي؟ محتفظة لسه بقوامها وطعمها جميل جدا. استحالة أي حد يقول إن دي بقالها 3 أسابيع في التلاجة. بجد يعني أنا فعلا كل يوم بنبهر أكتر، وببقى سعيدة جدا إن أنا فعلا عرفت أختار، اخترت منتج معمر، وبقيت بحط فلوسي في حاجة مفيدة. يعني مش برمي فلوسي في علب ملهاش لازمة بتبوظ لي الأكل. ففعلا فعلا تابر وير تستاهل كل قرش مدفوع فيها.